العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فموعدنا اليوم مع درس من دروس فقه السنة، وقد وقفنا في اللقاء السابق على الماء المستعمل. احنا قلنا الماء كم انواع؟ كم نوع؟ اربع. الماء الايه؟ الماء المطلق اللي هو ايه؟ الطاهر في نفسه، المطهر لايه؟ لغيره. طب والماء الثاني؟ ها؟ الماء الايه؟ المستعمل. طيب والماء الثالث؟ الماء الايه؟ الذي خالطه بعض الطاهرات، مش كده؟ طب والايه؟ والماء الرابع؟ الماء النجس. واحنا تكلمنا عن الماء الطهور، والماء الطهور هو الماء الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، مش كده؟ وقلنا انه يعني انواع كثيره، منها ماء السماء وماء البحر وماء البئر وماء الثلج وماء البرد. وهذه ليس الماء الطهور محصور في هذه السبع، وإنما قلنا إن ماء زمزم طهور ولا لا؟ وقلنا إن الماء الذي نبع من يد النبي صلى الله عليه وسلم ماء طهور ولا لا؟ طهور. طهور يعني إيه؟ يعني طاهر في نفسه مطهر لإيه؟ لغيره. ولذلك إحنا قلنا أيضا بيت جميل كده تكلم أو أتى به الشيخ البجوري في شرحه على متن أبي شجاع في فقه الشافعية، فيقول: أفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، مش كده؟ وإيه تاني؟ قال لك فنيل مصر. تاني: أفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، فماء كوثر فماء زمزم والكوثر ونيل مصر ثم باقي الأنهار. تاني: أفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، فماء زمزم فالكوثر، كوثر فين؟ في الجنة. فنيل مصر ثم باقي الأنهار. نيل مصر طبعا في صحيح مسلم أنه يأتي من الجنة، طبعا هو في إثيوبيا، لكن قلنا أن الإنسان معلق بشيئين، معلق بغيب ومعلق بحس. فهذه الأشياء حينما يروي مسلم أن النيل يأتي من الجنة، فنحن لم نرى ذلك، إلا أن الذي حدث بهذا من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت القول عن سيدنا رسول الله، يبقى لابد أن نؤمن إيه؟ نؤمن به. ولذلك لابد أن نعرف أن المؤمنين أول شرط في إيمانهم والمتقين هو إيه؟ أن يؤمنوا بإيه؟ بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بإيه؟ فأول شيء لابد أن يؤمن به المسلم هو إيمان بالغيب، بعد ذلك يأتي الإيمانيات كلها. فإذا لم يؤمن بالغيب لا يستطيع أن يكون مسلما في الحقيقة. الحاصل أن هذه الماء من الإمكان أن العصا حينما ضرب موسى الحجر بعصاه فانبجست 12 عينة، هل هذه الماء طاهر مطهر أم لا؟ نعم طاهر طهور، مش كده ولا إيه؟ إذن ليس المقصود بأن ماء السماء وماء البحر وماء الثلج وماء البحر هذه محصورة، الماء المطلق محصور في هذه الأنواع فقط، وإنما كل ما أطلق عليه ماء أصبح إيه؟ أصبح طهور، مش كده ولا إيه؟ طيب تعالى هنا، هما حتى الشيخ الباجوري رحمه الله في شرحه على ابن قاسم الغزي فقه الشافعية يقولون: هل هناك فرق بين ماء النهر وماء البحر؟ ماء النهر ايه؟ وماء البحر؟ طب ايش الفرق بينهم؟ قالوا ان ماء ايوان قالوا ان ماء الايه؟ البحر ايه؟ مالح. وهل كلمة مالح صحيحة أم لا؟
ولا ملح؟ تقول ماء ملح ولا ماء مالح؟ أيهما أصح؟ الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل قال أن الملح يطلق أيضا على الماء اللي هو ماء البحر. شو؟ وبعدين نازعه بعض الناس وقال لا، لا يطلق الماء اللي هو اللي فيه ملح يعني على الماء، لا يصح أن نقول مالح وإنما نقول ملح. نقول له لا، الشافعي حجة في اللغة، فإذا قال الشافعي شيئا فهو حجة في اللغة ويؤخذ بكلامه. ولذلك قال، وأتى الشيخ الباجوري ببيت جميل في شرح على ابن قاسم الغزي على شرح الشافعية، في شرح في فقه الشافعية، يقول وإن تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذب. تاني، وإن تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبة. مش كده ولا ايه؟ ده مين دي بقى؟ ما علينا، هو الشافعي يقول ذلك رحمه الله ورضي عنه، لكن هل يوجد بهذا؟ وإن تفلت في البحر والبحر ايه؟ لا، والبحر عذب لأصبح ماء البحر من ريقها ملح. ده دلوقتي، لكن أيام الشافعي رحمه الله حينما يتكلم هو، وإنما يتكلم على نموذج. طيب، ولا يعدم في الحقيقة أن هناك نساء طيبات صالحات قانتات طيبات، وهذه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الماء الأول اللي هو الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يستخدم للشرب وللطعام وللشراب ولغير ذلك من الأشياء. الماء المستعمل عليه مشاكل عند العلماء، منهم من قال الماء المستعمل، كما قلنا سابقا، الماء المستعمل لا يجوز التطهر به لأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والشافعية الراجح عندهم هذا، أنهم يقولون أنه طاهر في نفسه مطهر غير مطهر لغيره، إلا أنه يستخدم في الطعام وفي الشراب في الشرب. لكن هل من الإمكان أن نتوضأ به أو نزيل حدثا، نزيل نجسا أو نرفع حدثا؟ قالوا لا. تاني، احنا قلنا الطهارة ايه هي؟ ايش الطهارة؟ لا، شرعا ازالة النجس ورفع الايه؟ يعني ايه؟ يعني ازالة المانع، مش كده ولا ايه؟ صح؟ مش كده؟ طيب، انا اتوضيت المية اللي نازلة دي من الوضوء من اليد، هل يجوز أن نستخدمها لكي تتوضأ أنت بها أم لا؟ ها؟ الشافعية يقولون لا، بس فرقوا الشافعية بين الفرض وبين الندب في الوضوء وفي الغسل. يعني إيه؟ الوضوء كم مرة بتغسل يدك؟ ثلاث مرات. فقال لك المرة الأولى فرض، صح ولا لا؟ والمرة الثانية فرض ولا نفل؟ سنة، صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب عظيم، المرة الأولانية إذا نزل الماء منك فهذا مستعمل لأنه أزال إيه؟ رفع الحدث. طب والمرة الثانية؟ قال لك إذا أخذت الماء من المرة الثانية فهذا الماء الذي أخذته من المرة الثانية لا يعتبر مستعملا بل هو ماء طهور. تاني، طلبت أهل